السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مملكة اسمنا لنوعم. اليوم جينا بوصفة جديدة، راح نديروا الليموناد مقادير مضبوطة، ووصفة سهلة وسريعة وجينا خفيفة ريجة. قبل ما نبداو وصفتنا لنا اليوم، ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. مقادير وصفتنا لنا اليوم، اول حاجة راح نوجدوا الكريمة تاعنا باش نعطيو لها الوقت باش تبرد. عندنا 2 كأس من الحليب حليب عادي، الكأس المستعمل 240 مللتر. عندنا ملعقتين كبيرتين من الفرينة او طحين ابيض، كما تقدروا تستعملوا النشا او المايزينا، مع ملعقتين كبيرتين من السكر. هنا بالنسبة لكميات الفرينة اللي درتها في الكريمة جاتني قليلة في الاخير، يعني من الاحسن تستعملوا 4 ملاعق كبيرة من الفرينة او الطحين الابيض، احسن من ملعقتين باش ما تبقاوش تضيفوا في الاخير. هنا بالنسبه لكل مقادير راح تبوها مكتوبه في صندوق الوصف بالتفصيل. راح نخلطوا كل المكونات بارد في بارد، وراح نضيفوا في الاخير نصف ملعقه صغيره من الزبده، ونخلطوا كل المكونات مع بعض حتى تتجانس بهذه الطريقه، يعني كيما نديروا لا كريم باتيسيير العاديه، يعني كريم باتيسيير عاديه. راح نجيبو صحن اخر راح نحطوها فيه باش نعطيولها الوقت باش تبرد، وتبرد لنا مليح يعني في اقل وقت. هكذا راح نغطيو عليها بكيس بلاستيكي غذائي ونخليوها تبرد تماما، يعني لازم نخليوها تبرد كليا. من جهه اخرى راح نروحو للعجينه. عندنا 3 كؤوس من الفرينه او طحين الابيض، الكاس المستعمل دائما 240 مللتر. بالنسبه للفرينه راني غربلتها 3 مرات، يعني كما تعرفوا الوصفه تاعي كلها نغربل الفرينه 3 مرات باش تدخل فيها كميه هواء كبيره وتجيني الحاجه خفيفه، يعني تجيني الفطائر اللي ندير فيها ولا البريوش اللي ندير فيه يجيني خفيف. عندنا 3 كؤوس من الفرينه او طحين ابيض، عندنا بيضه وبياض بيضه، عندنا كاس من الماء، 7 ملاعق كبيره من الزيت، ملعقه كبيره من ماء الزهر، ملعقة كبيرة وربع من خميرة الخبز، عندنا ملعقتين كبيرتين من السكر، ملعقة كبيرة من الحليب بودرة، ملعقة صغيرة من الملح، عطر الفانيلا، مع ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات. كما قلت لكم كل المقادير مكتوبة بالتفصيل في صندوق الوصف. هنا راح نجيبو الغيسيبيون راح نحطو فيه كمية الماء، الماء تاني يكون ماء دافئ، راح نحطو كل السوائل مع بعض، الماء الزيت ماء الزهر، ونحطو الخميرة والسكر والحليب بودرة وباقي المكونات. يعني مقادير الليمونه تقريبا كلها نفس المقادير، ولكن اهم حاجه باش المقادير تجينا ولا الليمونه تاعنا عجينه الليمونه تاعنا تجينا خفيفه هي طريقه وضع المكونات فقط، هي اللي تغير من شخص الى اخر. راح نضيفوا بيضه وبياض بيضه. هنا كما تعرفوا اهم حاجه انه لازم نخلطوا المكونات تاعنا، اذا اللي ما عندكوش اللي ما عندوش البرا يخلط بالفوي عادي جدا، ولكن اذا خلطوا بالبرا، البرا دائما راح يعطيكم، تخلطوا المقادير الاولى فقط بالبرا راح يعطيكم قوام رغوي كما راكم تشوفوا، يعني الخليط يعني يولي خليط رغوي. هكذا راح نخليوه يرتاح مده 10 دقائق ونوليو. بعد ما ارتاح الخليط تاعنا مدة 10 دقائق، يعني ماشي لازم نخليوه يضاعف حجمه، فقط نخليوه مدة 10 دقائق ونوليو. هنا راح نبداو نضيفو الفرينة تدريجيا. هنا كما قلت لكم الفرينة راني غربلتها 3 مرات باش تدخل فيها كمية هواء كبيرة والعجينة تاعي تجيني خفيفة. نبداو نضيفو الفرينة تدريجيا، 3 كؤوس، الكأس يكون ممسوح، يعني ما يكونش معمر بزاف، الكأس يكون ممسوح فقط. هكذا حنتحصلوا على عجينه طاريه تكون مازالت تلاصق في يدينا، يعني ما نشفوش العجينه كيما راكم تشوفوا. شوفوا قوام العجينه تبقى تلاصق في يدينا، يعني كيما راكم تشوفوا هذا هو القوام اللي يخلي العجينه تجي خفيفه. يعني شوفوا قوام العجينه كيفاش راهو، يعني تبقى تلاصق في يدينا بهذه الطريقه. هكذا راح نحطوا العجينه تاعنا ولا نتلكوا العجينه تاعنا مده دقيقه واحده فقط بهذه الطريقه، اللي راح تزيد تخفف العجينه. دائما كي نديروا العجينه هكذا راح تزيد تخفيف العجينه وما تاخذش معنا وقت كبير، يعني حوالي دقيقه او ما تلحقش دقيقه، يعني نصف دقيقه راح يولي سطح العجينه املس وتولي العجينه طريه ما شاء الله، والسطح تاعي يجي املس. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناة على المواصلة. هنا بعد ما فات دقيقة شوفوا يعني شكل العجينة تاعنا يولي لنا املس، تولي العجينة يعني من شكلها تحسوها راهي خفيفة. راح نديرو قليل من الزيت في يدينا ونمسحو العجينة تاعنا. هنا كنضيفو الزيت في الاخير، الدور تاعها انه تزرب، تخلي العجينة تاعنا تختمر في وقت كبير، في وقت قصير راح تزرب عملية الاختمار. هكذا بهذه الطريقة نمسحو كل العجينة تاعنا بالزيت، وراح نغطيو عليها ونخليوها تختمر مرة أخرى.
يعني شوفوا قوام العجينه بعد ما نمسحوها بالزيت وندلكوا العجينه، شوفوا كيفاش تولي العجينه تاعنا، يعني تجي خفيفه ما شاء الله. هكذا راح نغطيو عليها وخليوها تختمر حتى يضاعف الحجم تاعها كليا، يعني خليوها حوالي 20 دقيقه الى نصف ساعه. بعد ما اختمرت العجينه وتضاعف الحجم تاعها، هنا راح نديكازيو العجينه، نحيو منها كل كميه الهواء اللي فيها، ورايحين نبداو نشكلو الليمونه تاعنا. هنا بالنسبه لتشكيل الليمونه حبيتوها ديروها يعني قرصه كبيره وتقسموها الى قطع من بعد، تبقى لكم اختياري، ولا ديروها على شكل قطع صغيره. انا نفضل نديرها قطع صغيره، كل واحد يدي الحبه تاعو، احسن من نديرها في صينيه واحده، يبقى لكم انتما على حسب الرغبه. هنا حبيتو ثاني تشكلوها بالميزان، شكلوها حبيتو ديروها عينك ميزانك، ديروها كيما حبيتو. هنا حنشكلها فقط هكاك، يعني عينك ميزانك، نحاول نشكلها قطع متوسطه الحجم بهذه الطريقه. دائما نمسحوا يدينا بكميه قليله من الزيت، لانه العجينه بتاعنا راهي طريه وتتلاصق شويه في يدينا، يعني نعاونوا رواحتنا بكميه قليله فقط من الزيت. هنا حنبداو نشكلوها على شكل دائري، لازم نعرفوا بلي شكلنا مليح الشكل دائري باش ما تهبطش معنا العجينه. لازم دائما نشوفوا تحصلنا على الثقب اللي يكون في الاسفل هكا. بعد تشكلت معنا شكل دائري، يعني نشوفوا الثقب هذاك اللي جينا في الاسفل، راح يخلي العجينه تاعنا تنتفخ وتطلع للفوق، يعني متعودش تهبط وجينا مسطحه راح تجينا طالعه للفوق. هنا عندي صفار بيضه اللي بقات لي، عندي القليل من الحليب، راح نضيف معاه ملعقه صغيره من عطر الفانيلا ونخلط كل المكونات مع بعض. هنا اذا عندكم الفانيلا السائله ضيفوها مباشره على صفار البيض، ما تضيفوش الحليب. هنا هذا هو شكل القطع تاعي، راح نمسحوها بصفار البيض بهذه الطريقه، نمسحوا كل العجينه تاعنا بصفار البيض. بعد ما مسحناها كلها بصفار البيض، راح نخليوها تختمر مرة أخرى مدة 10 دقائق حتى يضاعف الحجم تاعها، وندخلوها مباشرة للفرن. هنا بعد ما تضاعف الحجم تاعها مرة أخرى، راح ندخلوها مباشرة للفرن، يعني نشوفوها حمارت من الأسفل، بدات تحمر من الأسفل، نشعلو عليها من فوق تكمل تحمار. هذا هو شكل الليمونة تاعنا بعد ما طابت، شوفوا يعني تجي ما شاء الله. والكمية ثاني، هذه الكمية تقطع لكم كمية ما شاء الله، شوفوا يعني شكلها باين خفيف وتجي خفيفة يعني رائعة، يعني أحسن تروحو تشروها من المحلات، أخدموها وحدكم في الدار. يعني شوفوا كيفاش يجي القوام تاعها، جربوها وراح تنجحوا فيها باذن الله. هنا بالنسبه للكريمه، بعد ما بردت الكريمه ضفت لها عطر الفانيلا مع فنجان من الشانتيي وعاود طلعتها كليا. هنا شوفوا يعني العجينه تاعنا ولا الليمونه تاعنا، راح نفتحوها في الداخل نشوفوها من الداخل كيفاش جات، يعني شوفوا تجي ما شاء الله من انجح وصفات الليمونه اللي تقدروا تديروها في البيت، يعني تجي احسن من تاع برا، يعني ما تجي معجنه ما والو وتجي خفيفه. من جهه اخرى حنبداو نعمروا الليمونه تاعنا، حنحطوا الكريمه تاعنا في بوش، اللي ما عندوش لا بوش يقدر يدير فقط بالملعقه الكريمه وتجي الحاجه سهله ونقيه ونظيفه. جربوا هذه الوصفه وراح تنجحوا فيها باذن الله وتعجبكم وصفتنا لنهار اليوم، يعني هكا كميه الكريمه تبقى لكم اختياري بهذه الطريقه. هكذا ورايحين تلاقاو ونشوفوا شكلها النهائي. هنا بالنسبه للتزيين اكيد راح يكون سكر غلاس، كما تقدروا ديروا المكسرات تبقى لكم اختياريه. انا زينتها فقط بالسكر غلاس كما راكم تشوفوا، وتجي ما شاء الله يعني احسن من تاع المحلات. جربوها وراح تنجحوا فيها باذن الله. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم، تلقاو في وصفه جديده ان شاء الله. اذا عجبتكم وصفتنا لنهار اليوم ما تنساوش التعليق للفيديو، التعليق المحفز، ما تنساوش اللايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه باش يوصلكم كل جديد في وقته. واذا حبيتوا وصفات اخرى من هذا القبيل ولا وصفات اخرى حبيتوها، تكتبوا لي في التعليق وراح نلبي لكم كل الطلبات ان شاء الله. نتلقاو في وصفه جديده والى الملتقى.